حيث أصيب نحو 10 متظاهرين جراء اعتداء حماية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عليهم أثناء احتجاجات نظمها عدد من العسكريين المفسوخة عقودهم قرب بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد. احنا المعتصمين مفسوخة عقودنا من وزارة الداخلية والدفاع، جاي طالب حقنا، صار النشارة نابل بالتحرير، جينا احتصابنا يوم الباب مال عادل عبد المهدي ويجون جماعتنا يضربوننا تقريبا فيهم 300 واحد هذول باع ضربونا وركضوا ورانا بالاسلحه. احنا ناشد عادل عبد المهدي، هذا اخونا باشر وقع باشر ضربوه باعه، هذا رجع باع، هذا دمروا هذا، شوفوه هذا محتصم، هذا رجله راحت، شوف عادل عبد المهدي، وين عادل عبد المهدي؟ شوف عينك. احنا اول شيء مظاهرة سلمية ونطالب بحقوقنا طالب، ولا تجاوزنا ولا هاي، بس بدر التجاوز عن العتوب، واحنا خلف الله عليك يا عم عادل عبد المهدي، انت على اساس عموم التحزب، وين جماعة الاصلاح؟ باعوا وحق العباس ابو فاضل، اريد هذا البث يوصل عادل عبد المهدي، عادل عبد المهدي احنا المنسوخه عقودنا، اذا ما سوينا درس ما راسينا طول حياتك، احنا ما نطلع احنا ورد الخايبه. الموضوع ذاته لا نزال اعزائنا المشاهدين، وفيه ايضا مصادر الصحفيه والنشطاء اكدوا استخدام حمايه عبد المهدي الرصاص الحي والهراوات من اجل تفريق التظاهرة بالقرب من مكتب رئيس الوزراء في بغداد، جانب مما جرى في التظاهرة تبينه اللقطات التالية.